لصالح النادي الافريقي. الجهه اليسرى حاليا فيها اسامه السلامي وايضا زهير الذوادي. توغلات خطيره من الجهه اليسرى بالنسبه للنادي الافريقي. كره مقوسه ولصالح الوردي والهدف الاول. لصالح الوردي يفتتح النتيجه قائد النادي الافريقي لصالح النادي الافريقي في الدقيقه 72 بالنسبه لهذه المباراه. اذا هدف مقابل صفر على مستوى القائم الاول للتوسعه من اسامه السلمي. ولسعد الورداني وفرحه كبيره بطبع عناق مع المدرب عبد الحق بن شيخه. قلت الكرات الثابته خطيره في نقايات الاجوار واسامه السلمي وزع ولسعد الورداني يسجل. اذا هدف مقابل صفر للنادي الافريقي. عاده من جديد اسامه السلمي ولسعد الورداني يتفادى خروج الحارس حمدي القصراوي. اسامه السلمي مقوسه ولسعد الورداني. اذا هدف مقابل صفر للنادي الافريقي في هذه المباراه مع اقترابنا من ربع ساعه الاخير. ما انيس العامري ثم زهير الذوادي يبعد على وجدي بوعزي وكمال الزعيم. زهير الذوادي امام الحارس حمدي القصراوي وتصطدم الكره بالعارضه. مجهود ممتاز جدا من زهير الذوادي. اذا مجهود ممتاز جدا. ذكرنا بالمجهود اللي قام به ضد النجم الساحلي الموسم الفارط وايضا تجاوز كامل دفاع الترجي الرياضي التونسي. نشوفوا المهارات الفنيه من زهير الذوادي وكورته تصطدم بالعارضه.